In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear daughters and sons, students of Al-Thanawiyya Al-Amma and Al-Azhar, a new edition of your program, سر التفوق. أحبائي حلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق. النهاردة هنراجع مع بعض اللغة الإنجليزية، وأكيد النهاردة هتكلم على شيء مهم جدا جدا، كان امتحان 2014 كان طلبة كتير جدا اشتكت منه، ولذلك أنا قلت النهاردة إيه رأيكم نناقش الامتحان ده مع بعض. هنشوف كده سؤال سؤال مع بعض ونحاول نجاوب. لكن from the very beginning, I ask you, all of you, to be ready. كل واحد فينا يجهز كده ورقه وقلم ويبدا يكتب النقاط المهمه، لان الوقت فعلا ازف واحنا لازم نكون مستعدين للامتحان، ولكن مع اعصاب هاديه جدا جدا. وهنبدا في اول سؤال، وانتم كلكم عارفين طبعا نظام البوكلت، ما قلنا كتير جدا جدا، نظام بسيط جدا جدا وسهل، واحنا يمكن في اللغه الانجليزيه ما عندناش اي مشكله ابدا. كل الفكره بتاعتنا بس احنا نفس الاسئله بتاعتنا، احنا يمكن زودنا في الاتشايسس شويه، اللي هي ما اقصدش طبعا اللي هو السؤال التالت، لا كان طبعا في الفايند ذا ميستيك، هنشوف دلوقتي مع بعض. شفنا كمان زودنا في ترجمة، زودنا في الموضوعين بتوع الرايتنج، خلينا بدل ما كان موضوع بقى اتنين الطالب يختار موضوع وهكذا. ايه رايكم نبدا دلوقتي في السؤال الاول؟ وكلكم عارفين طبعا اللي هو respond to each of the following situations، بيديني اربع مواقف وطبعا مطلوب مني اربع اجابات في اول صفحه اكيد في البوكلت، وتبقى اجابات مختصره، يعني give the shortest and the simplest answer، ابسط واقصر اجابه. Let's begin. تعال نشوف كده احبائي. يبقى دلوقتي اول سؤال عندي على الشاشه بيقول لي respond، طبعا وانتم عارفين السؤال ده بيبقى language functions اللي هي الوظائف اللغويه بتاعت اللغه بتاعتنا. بيقول لي اول جمله عندي بتقول لي your classmate asks your opinion about the prisoner of Zinda. Your classmate زميل الفصل بتاعك asks you بيسألك about your opinion عن رأيك في الرواية بتاعتنا The Prisoner of Zinda. بص يا حبيبي، أنا بيبقى دايما في situation بيبقى عندي one keyword or more، في كلمة تبقى مفتاح للحل. كلمة opinion هنا هي المفتاح. أنا طبعا ذكرت كتير قوي في situations وعارف كويس قوي لو قال لي كلمة opinion يبقى أكيد if I'm going to ask، لو أنا اللي هسأل بقول دايما إيه What's your opinion? أو what do you think? تمام؟ يبقى أنا لو هسأل حد سؤال عن رأيه بقول له what do you think? أو what is your opinion? طيب أنا بقى لو تسألت if you are asked، وخلي بالكم مهم جدا تفرق you ask أنت اللي هتسأل، لكن you are asked أنت اللي بتتسأل، يعني هنا لازم تدي إجابة. لو تسألت على طول باب ده بقول in my opinion أو I think وابدأ أدي إجابة. إذا كنت for يعني مع الشيء نفسه بقول مثلا صفة إيجابية positive adjective، لا عكس طبعا أو مش متفق مع الشيء، أو against بقول دايما negative adjective اللي الصفة السلبية. فطبعا كلنا قرينا The Prisoner of Zinda، أكيد في ناس زعلانة من الرواية شوية ولكن لسه في وقت نذاكرها، لكن دلوقتي خلينا نقول مع الغالبية إن احنا حابين الرواية. ممكن نقول إيه بقى؟ بحث معايا كده الإجابة عندي بتقول I think أو in my opinion it is a great adventure novel. Adventure novel اللي هي رواية مغامرات، تمام؟ كلنا عارفين تاني ان الرواية بتاعتنا اللي هي The Prisoner of Zinda رواية مغامرات طبعا، فقلنا I think it is. ليه قلت it؟ اكيد عايدة على just one novel، رواية واحدة اللي هي The Prisoner of Zinda، وبيقولي a great دي الصفة بتاعتي، وadventure مش adventurer ولا adventurous novel. اتفقنا؟ ايه رأيكم ناخد اتصال دلوقتي معايا من المنوفية؟ معايا محمد. ازيك يا محمد؟ هلو مرحبا مستر، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. انا كنت عايز اشارك بقى ومراجعه معايا دي ان شاء الله. ان شاء الله تمام. بص يا محمد، ده كان امتحان 2014 وكان شديد شويه. كان شديد. فبنحاول بالظبط كده بنحاول نناقش مع بعض. ده امتحان 14. ما وبيسال عن بيقول ايه رايك في الروايه بتاعت ذا بريزنر اوف زندا؟ يس انا ممكن اقول برضه تيز فيكشن ستوري او تيز ادفنشر ستوري. انت راجل ممتاز فعلا. تيز اكسيتنج ستوري برضه. تمام، يعني معنى كده يا محمد ان ممكن تو جيف اني اكسبتبل انسر، تدي اي اجابه مقبوله، صح كده؟ حسب راي الطالب يعني. بالظبط كده. هنا حتى بنكتب ايه؟ انسرز ويل فاري اور ماي فاري، الاجابات قد تختلف، قد تتنوع. وعشان كده ما نبقاش انا اقولش مثلا اطلع من لجنه انا اقول لا انا قلت اجابه كذا وزميلي قال عكس انا اخاف، لا اجاباتنا طالما في السياق هتلاقيها كلها صحيحه، ده حتى لو فينا حد ادى اجابه سلبيه، يعني واحد مثلا يا محمد مش مذاكرها ممكن يقول لي مثلا ايه؟ I think it is a boring novel، روايه ممله مثلا، it's up to him، it's okay، it can go. ممكن تكون مقبوله برضه يا مستر. بالظبط طبعا هياخد درجه كامله. حسب رايه يعني. اوكي محمد، طيب دلوقتي انا هتشوف انت الشرح التاني دلوقتي وعايزك انت تجاوب محمد. معايا؟ اوكي. السؤال بيقول لي يا محمد you see a blind woman trying to cross the street offer to help her
طبعا احنا بنركز يا محمد في الجزئيه الاخيره في السيتويشن. ايوه صح، اللي هو المطلوب مني يعني. بالظبط. انا طيب، ممكن اقول برضه، ممكن اترجمهولك يا مستر عشان اجاوبه؟ طيب اتفضل. ماشي. انت رايت امراه اعمى او عمياء يعني، وهي عايز انت بتعرض عليها تساعدها يعني، ممكن اقول كان اي هيلب يو. حلو قوي، ذاتس ا كوركت انسر. يس كان اي هيلب يو. ما ننساش طبعا بانكتشويشن يا محمد، يعني اول الجمله طبعا ده سؤال، احط السي كابيتال وبحط في ذا اند اوف ذا ستيتمنت، بحط دايما اكيد كويشن مارك علامه استفهام. تمام. انت قلت لي كان اي هيلب يو. طب فاكر في المنهج بتاعنا في الوحده الاولى احنا خدنا لما نعمل اوفر بنعمل عرض، يا ترى بستخدم ايه؟ حاجات تانية. كان اي هيلب يو او شال اي. حلو، برافو عليك. تمام، شال اي هيلب يو. تمام، او اي ويل هيلب يو. يبقى عندي فارييتيز، عندي تنوع، عندي اختلاف، يعني مش اجابه واحده. اكيد الاجابه العامه الناس كلها عارفاها كان اي هيلب يو واحط كويشن مارك، او ممكن اقول شال اي هيلب يو وبرضه سؤال، او اي ويل هيلب يو وتبقى دي جمله خبريه. استنى حضرتك جيت لوحدك ليه؟ مال الاستاذ عصام؟ لا مستر عصام موجود النهارده. النهارده يوم الانجليزي يا محمد، النهارده يوم الانجليزي. النهارده عندنا بعد اصل خلي بالك ده سر التفوق. انت عارف بقى برنامج مدرسه على الهواء بتاعنا الاصلي. تمام، عندنا فيه يعني كمان ثلاث ساعات ومنتظرين طبعا اتصالاتك معانا يا محمد. اوكي يا مستر، مش ده للثانويه العامه والازهريه صح؟ طبعا. السابع سيب للثانيه اولى. لا 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 لا، احنا قلنا في المقدمه دلوقتي ثانويه عامه. وطبعا خلي بالك خلاص احنا خلصنا بالنسبه للنقل، خلصنا اولى وثانيه. دلوقتي بس احنا مخصص اللي هو طبعا سر تفوق او مدرسه على الهواء للثانويه العامه والثانويه الازهريه. اتفقنا؟ مش عايز تسالنا اي حاجه ثانيه يعني. طيب انا هدي فرصه يا محمد لزمايلك. اوكي ثانكس لوت فور يور كول. تمام، متابع معايا وهستناك برضو في برنامج مدرسه على الهواء. اتفقنا؟ اوكي سي يو محمد. طيب هنرجع بقى دلوقتي تاني. بيقول لي يو سي ا بلايند وومن يو تراينج تو كروس ذا ستريت، اوف تو هيلب هير، اعرض انك انت تساعدها. اند از اور دير فريند محمد ريبلايد او انسرد، قال لي ممكن اقول يا مستر كان اي هيلب يو، او شال اي هيلب يو، اور ماي اي هيلب يو، او اي ويل هيلب يو. لكن بي اواء، خلي بالك كويس قوي، لو انا قلت بدات بشال او بدات مثلا بكان او بمي هتبقى كلها اسئله بحط كويشن مارك في الاخر، لكن لو قلت اي ويل هتبقى جمله ستيتمنت، جمله خبريه. اتفقنا؟ يلا كده نشوف كمان موقف تاني. الاجابه طبعا ظاهره عندنا هي الابسط اللي هي موجوده في الوحده الاولى، اي ويل اي ويل هيلب يو. وشفنا كمان الموقف التالي بيقول لي A taxi driver is using his mobile phone while driving. A taxi driver is using his mobile phone، بيستخدم موبايل while driving، أثناء القيادة. Warn him، حذره بقى. تمام؟ خلي بالكم أنا حاطط دايما الكلمات اللي هي مطلوبة قوي بلون مختلف على أساس الناس تركز قوي. شفت كلمة offer أو tell your opinion، وهنا قلت كلمة warn him، حذر الشخص. في التحذير بقول ايه؟ أبسط إجابة ممكن أقول له مثلا don't use. أحبائي ركزوا كده دايما في التحذير، صريح كده strong warning، التحذير القوي، بستخدم كلمة don't. تمام؟ don't use your mobile while driving. وممكن أكمل it is extremely dangerous، خطير للغاية. لاحظوا تاني don't use، واتفقنا ان هي كلمه use مش use، لان لو قلتها use بستخدمها كناون اللي هو الاستخدام، لكن هنا as a verb كفعل قلنا use. don't use your mobile while driving، it is extremely dangerous، يعني خطير للغايه. اوكي طيب، حد يقول لي ممكن ادي اجابه ثانيه؟ اوكي you can say for example using the mobile phone while driving is not allowed، غير مسموح. او حد يقول you mustn't use your mobile phone while driving، ممنوع تستخدمه، or you can't use it and so on. كلها دي طبعا اساليب للوورنينج اللي هو التحذير. هنشوف كمان موقف اللي هو الموقف الرابع عندنا. your friend who complained about the difficulty of the exam got high marks. your friend، صديقك، who complained، احنا عارفين كلمة complain يشتكي، الناون عندي complaint. تمام، وعندي الفيرب نفسه كلمة complain، ممكن complain about تشتكي بخصوص شيء as you can see here، or complain to تشتكي لشخص. طبعا هنا about the difficulty صعوبة، ولاحظوا هنا the noun الadjective كلمة difficult، لكن الناون difficulty of the exam. وطبعا صاحبك اللي بيشتكي الامتحان عمل ايه بقى؟ got high marks، جاب درجات عالية، يعني طلع من اللجنة وبيقول لي الامتحان صعب، لكن شفت بقى جايب درجات عالية. بيقول لي express surprise، عبر عن انبهار او الدهشة. حبايبي اكيد الستويشنز بتيجي من كتاب المدرسة، الحاجات اللي احنا درسناها بالفعل.
حد كده يفكر احنا اخدنا الكلام ده فين؟ يس، اخدنا الكلام ده في الوحدة التانية. كان بيقول لي showing surprise and showing interest، اللي هو التعبير عن الدهشة والتعبير عن الاهتمام. واحنا قلنا كتير جدا في حلقات قبل كده، قلنا مثلا لو حد قال لك من اصدقائك مثلا I مثلا was chosen to travel into space as astronaut، يعني تم اختياري to travel into space، اسافر للفضاء as astronaut، كرائد للفضاء مثلا. طبعا انت بالتاكيد يعني ممكن ده اصلا مش مسافر بقى دوله، لا ده مسافر الفضاء، فانت ممكن يحصل مثلا حاله انبهار او اندهاش. ممكن قلنا خدنا تعبيرات كتيره جدا، وانا عارف كلكم شطار وفاكرين معايا. قلنا مثلا كلمه good heavens زي يا للسماء يا الله، او مثلا قلنا how amazing how surprising or what a surprise. ولاحظوا لما بستخدم what بستخدم بعديها اسم، لكن لما استخدمت how اخدت بعديها adjective. اوكي how amazing، وما انساش exclamation mark علامة التعجب، تمام، او good heavens. وطبعا الحاجات دي كلها بتعبر عن الاندهاش. زي ما قلت بالظبط مثلا somebody found one million dollar، حد لقى مثلا مليون دولار، اكيد you will show your surprise، هتعبر عن اندهاشك. ممكن تقول طبعا صيغة من اللي انا قلتهم من شوية good heavens، how amazing, how surprising, I can't believe that, this is unbelievable and so on. Okay, طيب لو showing interest تعبير عن اهتمام. Somebody for example is telling you that he passed his exam or has passed his exam. حد بيقول لك انا نجحت في الامتحان، يعني مش هتطنش، هتبين بقى اهتمامك بالموضوع. هتقول له really this is really great or really well done this is great، ده شيء عظيم، وهكذا. او how interesting. نخلي بالنا لما يقول لي مثلا show admiration بين اعجاب بشيء، show surprise، show interest، او express your feelings. لو قال express your feelings اكيد عبر عن شعورك، يعني تختار بقى اذا كنت انت في حاله انبهار بالشيء او في حاله مجرد اهتمام اللي هو interest. اتفقنا؟ تعال نشوف في الجمله هنا، هو طبعا محدد معايا بيقول لي express your surprise. الاجابه على طول ممكن تبقى good heavens، تمام، as you can see it now and or how amazing, how amazing. وشفت حبايه كده علامه التعجب الموجوده في نهايه التعبير نفسه. اتفقنا؟ طبعا ده بالنسبه لنا زي ما قلنا دي اربع situations، بتبقى اربع درجات. واتفقنا نخلي بالنا ان الكلام طبعا بيبقى في الصفحه الاولى في البوكلت، تمام. طيب السؤال الثاني بيبقى ايه يا حبايبي؟ السؤال الثاني mention the place, the speakers and the language function in each of the following two mini dialogues. الناس تركز كده، mention the place، هنذكر المكان، the speakers، speaker A and speaker B، and the language function، والوظيفة اللغوية، in each of the following two mini dialogues. يبقى كده عندي حوارين قصيرين أو محادثتين قصيرتين، والمطلوب مني ذكر ال place وال speakers A و B وال function. هنركز دلوقتي إذا كان في الحوار الأول هتكلم عن function A والحوار الثاني function B. تعالوا نشوف مع بعض. A بيقول لي I need to get in shape. B رد عليه وقال له Here are our exercise training programs or programs. Choose whatever you like. Again, I need to get in shape. ناس تفكر كده، وبقول دايما في keyword get in shape. I want to keep fit. Here are our exercise training programs. Choose whatever you like. اختار اللي انت عايزه. يا ترى الكلام ده فين؟ هو انا لو عايز مثلا اخس شويه اروح فين؟ هنشوف كده. يس، نفكر، سيب الكلام قدامكم شويه. الكلمات احبائي كلمه get in shape زي to keep fat، to be slim s l i m، وبيقول لي كمان exercise training programs، وهكذا. طب ايه رايكم؟ انا مش هجاوب لكن عندي اتصال من كفر الشيخ من طارق، هخليه هو اللي يجاوب. ازيك يا طارق؟ الو، ازيك؟ الله يسلمك يا استاذ. عامل ايه يا طارق؟ تمام الحمد لله بخير. طيب دايما ان شاء الله. بص يا طارق كده عندي ميني دايلوج وعايزك تجاوب. طب ماشي، اتفضل يا استاذ. يس اوكي، يو كان سي ات ناو اون ذا سكرين، هيبان على الشاشه قدامك حالا. تمام؟ تمام. وي كان ريد ات. بيقول لي اي نيد تو جيت ان شيب، بيرد عليه قال له هير ار اور اكسرسايز تريننج بروجرامز، تشوز وات ايفر يو لايك. تفتكر ذا بليس؟ ايه البليس فين بقى؟ ممكن بس الاستيكر تاني كده اقرا الجمله تاني.
حاضر. هو الكلام قدامك ظاهر صح على الشاشه ولا لا؟ ولا انت بعيد عن التلفزيون؟ مظبوط مظبوط، انا بعيد بس على التلفزيون عشان الصبح. يس اوكي. بيقول لي هير ار اور اكسرسايز تريننج بروجرامز، ادي برامج التدريب بتاعتنا. تشوز وات ايفر، اختار اللي يناسبك. تمام. الشخص ده يا طارق اللي هو ايه، عايز تو جيت ان شيب، تو بي سليم از اي ساد، اور تو بي سبورتي. سبورتي يعني راجل رياضي يعني. تمام. طيب اروح فين بقى عشان خاطر تو كيف فات، يعني عشان اخس شويه او ابقى لائق بدنيا شويه؟ هبل جيم. اوكي جريت. طب ممكن تعمل سبيلنج لكلمه جام؟ جام اللي هي ال ها، نعمل سبيلنج ازاي؟ السبيلنج بتاعها جي واي ام. اوكي اوكي يس. وده طبعا اختصار لكلمه جيمنازيوم. تمام. طيب ده المكان، برافو عليك. طب تفتكر الشخص الاول لو انا دلوقتي رحت المكان ده، تفتكر انا ممكن يكون وظيفتي ايه، او انا يعني اسمى ايه هنا؟ انا رايح اتدرب، ممكن تعتبرني متدرب جديد صح؟ ايه متدرب جديد صح؟ مظبوط. طب قول لي بقى الفيرب نفسه، كلمه يدرب معناها ترين صح؟ ترين. ترين. طب المدرب ترينر. ترينر. طيب المتدرب، المتدرب ايوه تريني. جريت، انت راجل ممتاز يا طارق، برافو عليك. تريني تي ار اي اي تي ار اي اي ان اي اي. تمام، يعني في الاخر اي اي، لكن لو كان مدرب تبقى اي ار. اتفقنا؟ اتفقنا. اوكي طيب انت كده قلت، برافو عليك. انا كان عندي سؤال بس اصلا. اتفضل. كان عندي بس طلب من البرنامج بس ان يعمل لي حصه الاسلامك او كده، انا عشان احنا عندنا الاسلامك ب 10 درجات في الازهر. طيب اللي هنعرض الكلام ده النهارده ان شاء الله على اداره القناه، وانت بتتكلم على لو تبقى حصه واحده حتى في الاسبوع. حاضر تمام. انت بتتكلم على الجزئيه الخاصه بامتحان الشهاده الازهريه اللي هي بتبقى الاسلاميك باسجز او الاسلاميك سيكشنز، وطبعا دي احنا اصلا عندنا علم، انت عارف يا طارق، اللي هم بياخدوا ذا بريزن اوف زين ده برضه. بتوع ادب بياخدوا نصوص اسلاميه شويه. تمام مظبوط. طيب. ماشي هنحاول نوفر لها. اتفقنا. حاضر اوكي. طيب عندك اي سؤال كمان؟ طيب احنا شاكرين اتصالك يا طارق، وهنرجع نشوف الاجابه اللي قالها طارق. حبايبي نكتبها مع بعض على الشاشه. كان بيقول لي البليس مستر كان ممكن يجي عندي، شفتوا كلمه جام او جيمنازيوم، والشخص الاول كان انيو تريندي متدرب جديد، والثاني انستراكتور. انستراكتور معلم مدرب. حد يقول لي ممكن اكتب كلمه ترينر؟ اوكي ات كان جو، مفيش مشكله ابدا. وطبعا فانكشن اوف سبيكر اي، هنا بقى خلي بالكم فانكشن اوف سبيكر ايه هيتكتب كده في البوكلت. كنا احنا زمان بنعمل ايه فانكشن ونكسكت بقى، ونكتب اي فانكشن الاثنين مع بعض. هنا هيقول لي في المحادثه الاولى فانكشن اوف سبيكر ايه، يعني ترجع تاني تقرا النص وتشوف سبيكر ايه الغرض من كلامه ايه. تمام، يعني بيجي المنظر ازاي، بتيجي الصفحه زي كده يقول لي البليس نص درجه، سبيكر ايه نص، سبيكر بي كمان نص، وعندي الفانكشن اوف سبيكر A او سبيكر B طبعا برضو نص. يبقى السؤال ده درجتين، لما بيتكرر موقف تاني كمان درجتين، يبقى دي اربع درجات، والسيتويشنز اربع درجات، يعني كده في ثمان درجات في السؤال بتاع او الجزئيه بتاعت اللانجوج فانكشنز. ثمان درجات اظن اهم كتير جدا من الجرامر اللي تعبين نفسنا بيه طول السنه، وما نهتمش بالاسئله اللي هي فيها شغل زي الترجمه زي الرايتنج اند سو اون. تمام، فاتفقنا قلنا البليس جام زي ما عم قال لنا طارق طبعا ان ده صاله جيمنازيوم، وان انيو تريني متدرب جديد، انستراكتور ان الشخص المرشد او المعلم او الترينر، وكان بيقول اي نيد، لو قلت اي نيد اي وونت ايد لايك، كلها احبائي ريكويست اور اسكينج فور سيرفيس، طلب خدمه. اتفقنا؟ يس yes. هنشوف كمان الموقف الثاني. اكسكيوز مي ذا كمبيوتر از نوت ريسبوندينج، اتس نوت سيندينج ذا ايميل اي هاف ريتن، Can I use another one? Okay, go ahead. Again, شوف الجملة التانية مع بعض كده، تقول لي إيه؟ Excuse me, معذرة. The computer is not responding. الحاسب الآلي مش مستجيب. It's not sending the email. I have written. ما ببعتش الإيميل اللي أنا كتبته. Can I use another one? استخدم كمبيوتر تاني. قال okay, go ahead. الناس ممكن تستعجل، عشان كده بقول لا، احنا لازم نقرا الموقف كويس قوي. يعني واحد قال لي مثلا ذا كمبيوتر از نوت ريسبوندينج، واحد يقول لي ممكن يا مستر مثلا الكترونكس ريبير شوب، محل اصلاح الكترونيات،
هقول له لا استنى انا مش رايح اصلحه. لو كملت بقى الحوار بيقول له can I use another one، ممكن استخدم واحد كمان. معنى كده ان في كمبيوترز كتيره في مكان ما، وانا كتبت ايميل الكمبيوتر اللي انا عليه مش قادر ابعت الايميل من خلاله، فانا عايز استخدم كمبيوتر تاني. يا ترى فين؟ بديك فرصه تفكروا. ايه رايكم نرجع نقرا النص تاني واشوف هتجاوب ازاي؟ بيقول لي excuse me the computer is not responding it's not sending the email I have written can I use another one okay go ahead. كالعاده مش هنجاوب ونخلي اشرف من المنيا هو اللي يجاوب معانا. اشرف ازيك؟ الو اشرف. يا مستر اخبارك؟ الحمد لله. قول لي بقى مستعد ولا لا الامتحان؟ الحمد لله كويس. تمام. طيب بص بقى، عندي دلوقتي على الشاشه انا قريت ميني دايلوج وعايزك تجاوب يا اشرف، ايه رايك؟ ماشي اتفضل. قدامك ظهر الكلام؟ ايوه ظهر قدامي. طيب بص يا ريس، بيقول لي excuse me the computer is not responding it's not sending the email I have written، مش قادر ابعت الايميل من خلال الكمبيوتر ده، انا ممكن استخدم واحد كمان؟ قال له اتفضل go ahead. ممكن يكون سايبر كافيه. انت راجل رائع، سايبر كافيه، برافو عليك. ممكن تعمل سبيلنج الكلمة سايبر؟ اس واي سي واي سي واي بي اي ار. يس جريت، سي واي بي اي ار، تمام كده. وعلى فكره هي جاست وان وورد، كلمه واحده، سي واي بي اي ار سي اي اف اي، وعليها الاقسام اللي كنا بناخدها من في الفرنش قبل كده اللي هي سايبر كافيه، تمام. حد يقول لي ممكن يا اشرف يقول لي كافينات، تمام، كافينات او كافينات ان انجلش، اوكي. طبعا كلمه كافيه دي كلمه مستعاره طبعا من اللغه الفرنسيه لان هي اقدم شويه من اللغه الانجليزيه، معايا؟ طيب الشخص الاول ممكن يكون مين يا اشرف؟ كاستمر. يس جريت، كاستمر. يس كمبيوتر، ممكن نقول كمبيوتر يوزر. انت راجل رائع، انت شاطر ومستعد بجد. او كمبيوتر يوزر يعني مستخدم للكمبيوتر. طيب بيكلم مين في المكان؟ ممكن نقول سايبر اونر. ممكن بيكلم الاونر او اتندنت. اتندنت يعني العامل. العامل، برافو عليك، الموظف هناك او الشغال هناك، اتفقنا كده. طيب هتشوف الاجابه دي كلها كده مكتوبه يا اشرف. تفتكر هنا هيطلب مني سبيكر ايه ولا سبيكر بي؟ سبيكر بي. احنا اتفقنا في المحاضره الاولى سبيكر ايه، دلوقتي سبيكر بي، الفانكشن بتاعتنا. طيب اتفقنا في البدايه قلت لي زي ما انت قلت بالظبط كده، سايبر كافيه، كاستمر او كمبيوتر يوزر، واتفقنا قلنا اتندنت. اتندنت العامل، ودي بنشوفها في حاجات كتيره جدا، نحفظ الكلمه دي مهمه، اي دبل تي اي ان دي اي ان تي. قلنا ممكن تبقى في مثلا جاس ستيشن، يعني في محطه بنزين نفس الكلمه. طيب هنا بقى بيقول له اتفضل، اداله تصريح او اداله اذن، صح؟ صح. فقلنا giving permission. giving ايه؟ permission. لو انت جيت قلت لي يا اشرف can I answer this question، هنا طلب ايه؟ طلب اذن مثلا، صح؟ تبقى ايه؟ asking for permission. asking for permission. حلو قوي، asking for permission. permission، اوكي؟ طيب. Okay. طيب كده احنا طبعا جاوبنا السؤال مع بعض يا اشرف، ولو انت عندك سؤال بقى. لا شكرا. انت يعني كنت كده بس جاي تشارك معانا انك تجاوب. تمام؟ أيوة. طيب اشرف انت عارف النهارده ان شاء الله احنا موجودين كمان في مدرسه على الهوا. اوكي اشرف هتتابعنا ان شاء الله النهارده في حلقات كتيره جدا كمان وكلها مراجعه، وهنركز الفتره الجايه كلها على حل الامتحانات. هنرجع تاني يا احبائي، وخلصنا كده من السؤالين الاولانيين اللي هم situations والميني دايلوج، ونخش على سؤال للتشويس. الناس ممكن تقول لي انا ممكن استخدم اجابتين زي ما شفنا كده، انا استخدمت اجابتين في نفس السؤال واشرف قال لي اجابتين، يعني كانت مثلا كلمه كاستمر as you can see on the screen، هيبان على الشاشه كان في كلمه كاستمر او قلنا اللي هو كمبيوتر يوزر، وعملت داش بسيطه جدا وكتبت الاجابه. يعني لو عندك اكتر من اجابه ممكن تحط سلاش خط المايل كده، او تحط داش الخط اللي هو بالعرض كده وتكتب اجابه ثانيه ومفيش مشكله، تمام، وعندك اظن فراغات كافيه. لكن بنوه مره ثانيه وبقول ان في المحادثه الاولى هيتكتب عندي function of speaker A، والمحادثه الثانيه function of speaker B. وباكد واقول كمان ان الناس اللي مش عارفه يعني ايه function، خلي بالكم معايا، ما ينفعش تقول لي مثلا A بيسال، وده السؤال ده بتعرضه كتير، يقول لي مثلا how much is this مثلا jacket، رد عليه B وقال له it is 300 pounds. ما حدش يكتب لي مثلا buy and selling، بيع وشراء او شراء وبيع، ده مش فانكشن. الفانكشن احبائي هو الغرض من الكلام بتاعك. if I for example if I say، لو انا بقول مثلا
What about studying English tonight؟ إيه رأيكم نذاكر إنجليزي النهاردة؟ هنا making a suggestion، عامل إقتراح. لو جيت قلت مثلاً to all of you my dear students، كلكم مثلاً study hard، ذاكروا بجد. هنا أكيد بعمل giving advice، إعطاء نصيحة. يعني نخلي بالنا الفانكشن هو الغرض من الكلام، مش الكلام العام بقى، مش حد كل شويه يكتب ask and answering. لا، احنا قلنا ايه وحدها وبي وحدها عشان نبعد عن الحاجات اللي بتبقى دايما الخلط والحاجات زي كده، اتفقنا؟ طيب سؤال بقى، السؤال الثالث كنا عارفين ان هو situation اللي هو التشايس، بيقول لي choose the correct answer from A B C O D، اختار الاجابه الصحيحه. حد يسالني احنا يعني خلاص هو اصلا في البوكلت مكتوب مره واحده، هل مثلا حد يجي مثلا في الصفحه في المسوده اللي هو الصفحتين الاواخر دول يكتب السؤال من تاني؟ مش هينفع ان احنا نكتب السؤال ده مرتين، هو جاست وان تايم، مره واحده، والمفروض انك تكتب الجمله او الكلمه الصح. انا عندي طبعا بيكتب A و B C D، ممكن تظلل قدامها او تكتب قدامها كلمه كوركت. لو انا حسيت انها خطا انا هاخد خط خفيف جدا برصاص كده واكتب على الكلمه الثانيه، لكن ما تسيبليش اثنين حطيت خط على الاثنين وتقول هيختاروا، او تقول لي مثلا لا انا خط مثلا لو حطيت خط على الصح وكتبت كلمه خطا تاكد برضو مش هناخد الخطا. لا، احنا لينا جاست وان تشايس، اختيار وحيد فقط. اوكي طيب هنشوف على اتصال من هنا. الو الو، ازيك؟ ازيك يا مصر؟ واتس يور نيم؟ ماي نيم نور. نور، ازيك يا نور؟ الحمد لله. قولي لي بقى، مدرسة على الهواء، ايه اخباره؟ لا حلو يعني بصراحة، مراجعته جميلة جدا يعني، وانا حتى بطلت من الدرس قعدت برضه على التلفزيون يعني في البيت مع مراجعة حضرتك ومراجعة استاذ عصام يعني. ربنا طبعا في كل المواد. طبعا. والافضل بقى احنا زودنا، شوف بقى احنا عملنا ايه بقى في القناة هنا، جبنا كمان سر التفوق للشطار اللي زي نور، تمام؟ طيب وكل طبعا زمايلك على مستوى الجمهورية وحتى ابنائنا في الخارج. بص يا نور بقى دلوقتي انا كنت بتكلم على على التشويسز الاختيارات، يا ترى انت فاكره عندي كام تشويس؟ اللي هي اربعه. لا التشويسز السؤال الثالث. 10. احنا بنحل امتحانات، انا بقول سالت ليه عشان افكرك، انا عندي 16 اختيار. ما في منهم اللي هو يعني. ايوه سؤال اختياري. ايوه سؤال اختياري. انا عندي بقى كام جمله تبقى مبنيه على الجرامر؟ 8 على الجرامر و8 على الكلمات، صح؟ طيب لو انا عندي دلوقتي يا نور 18 وحده، ده غير الست ريفيو، وعندي المفروض لو حفظت 10 كلمات في كل وحده فانا اقلها يبقى عندي 180 كلمه من الكي ووردز، كلمات مهمه جدا، وفي الامتحان مطلوب مني يا دوبك 8 كلمات. انا عايز اقول ليه كده، انا بقول الكلام ده عشان يبقى الكلام بسيط وسهل، الناس تركز في كل وحده على الاقل اطلع ب 10 كلمات مهمه، 10 في 18 وحده ب 180 كلمه، في التشويسز مطلوب مني في الكلمات 8 جمل فقط، يعني 8 كلمات. لو مذاكر بشكل كويس هطمئن للسؤال ده. الناس كلها بتخاف من السؤال الثالث والسؤال الرابع، دول هم عصب الكتاب الموجودين في الكتاب. الأسئلة الثانية بتعتمد على قدرتك اللغوية أو معرفتك باللغة، تمام؟ طيب نور هسمع سؤالك، اتفضلي. لا أنا كنت عايزة حضرتك يعني أسألك. طيب هنشوف أنا وأنت مع بعض أول جملة في التشويسز، بتقول لي هو طبعا شايف عنوان السؤال بيقول choose the correct answer from A, B, C, or D. وأول جملة بتقول يا نور I was advised space by a doctor but it was not possible. أنا عايزك هنا تفكري قبل ما أكتب الإجابات، لو قلت I was advised يا نور تفتكر الجملة دي passive or active؟ هتبقى لا اللي هي passive. passive، طب إيه الدليل؟ اللي هي هتبقى I was advised. عشان بي تصريف تالت، verb to be was، والverb نفسه advised the third conjugation of the verb، اتفقنا؟ طيب وفي طيبه كمان في دليل تاني، الكلام اللي اختاره تفتكري قبل ما اشوف الاختيارات كمان تفتكري اختار معلوم ولا مجهول وواضح في الجملة؟ هتبقى لا مجهول. عرفت ازاي؟ هو برافو عليك، ممتاز تركيزك او يعني قدرة ملاحظة كويسة جدا. انا عايزك بقى تقولي لي ازاي انت قدرتي تقولي ان الاختيار اللي جاي من الاربعة هيبقى هتبقى عشان هي هنا I was advised يعني انا نصحته. أيوة. باي دكتور. باي عشان في كلمه مين؟ باي، تمام كده؟ وطبعا هنا باي وبعديها الايجنت او الشخص اللي هو الفاعل، تمام كده؟ يبقى اكيد انا موقعي في الجمله اوبجكت مفعول، تمام؟ طيب خمني كده ممكن تكون فعل ايه؟ لو قلت but it was not possible
ممكن I was advised مثلا to take a medicine by طب بس باي دكتور ماشي نصحت ان اخد الدواء ماشي حلو ابرق طب ايه to take عشان معلوم تمام كده طب لو قلت ان ارى بواسطه الطبيب I was advised to be seen انت رائعه شفتي انت وصلت الاجابه يا نور من غير ما اكتبها عشان الناس تفكر لان طلبه كتير جدا كل ما بيشوف الاجابه بيركز بس في التشويسز وينسى الجمله نور وصلت الاجابه من قبل ما تقرا التشويسز تعال نشوف الاجابات كلها او شفت كلمه seeing to be seen اللي انت اخترتيها و to see و being seen اجابتك صح اللي هي to be seen يبقى I was advised to be seen by a doctor but it was not possible يعني حد اشار عليا لو مثلا في البيت قال لي لازم تشوف طبيب او طبيب يشوفك بمعنى صح ولكن كان شيء غير سهل اوكي طيب كمان سؤال يا نور جملة بتقول لي the space station resembles a huge wheel with the ومش هكتب اختيارات المحطة الفضائية resembles and like تشبه huge wheel عجلة كبيرة with what with a spokes انت رائعة it's enough for you today انت كده ممتازة قلت لي فعلا كلمة spokes انا عندي spots spears spikes and spokes الاجابة زي ما قالت نور احبائي قالت كلمة spokes طبعا واتفقنا ان هي دي يعني ايه spokes بقى اللي هي عجلات اللي هي اسلاك العجلات اسلاك العجلة ممتاز رائعة انت مذاكرة كويس او يا نور واضح كده خلال السنة انك ركزتي على الليسننج والريدنج عشان كده طبعا كل التوفيق ليك وكل زمايلك ان احنا نقدر نجاوب على سؤال تشايس سؤال التالت وسؤال فايند ميستيك من خلال قراءتنا المتأنية the intensive reading for the listening and reading texts اوكي نور still have any question لسه عندك اسئله يا نور طيب anyway يا نور هتتابعنا برضو كمان زي ما قلنا النهاردة في مدرسة على الهواء بعد سر التفوق وشفنا يا احبائي الجملة كان بتقول the space station المحطة الفضائية resembles or looks like تشبه huge a giant wheel اللي هي زي ما قلنا عجلة عملاقة او عجلة ضخمة with spokes اللي هي اسلاك عارفين طبعا كلمة spear اللي هو الرمح عارفين spot بقعة او مكان وكلمة spike اللي هو مسمار ضخم تمام and so on يبقى لازم اكون عارف معاني برضو الكلمات عشان تساعدني في الحل number 3 That diamonds are so much space that you can't tell the difference. You can't tell the difference. أنا عايز أعرف كده ليه معلش you can't say the difference. لو الناس فرقت بين الفيرب tell والفيرب say. If I say for example say good morning هتقولي good morning. Say a pen هتقول a pen. Say أحمد هتقول أحمد. يعني كلمة say إنك تعمل repetition هتقول نفس الكلمة. لكن to tell tell يعني يخبر. تحكي حكاية عشان كده بنقول مثلا ايه tell a story تحكي رواية تقول لي مثلا once upon a time there was وتحكي لي حكاية مثلا في يوم من الايام كان في كذا مثلا to tell a joke تقول مثلا نكتة to tell the truth تقول الصدق to tell a lie يكذب and so on لكن كلمة say زي ما قلت انك انت تكرر نفس الكلمة بالضبط طيب هنا بيقول لي في الجملة بتاعتي the diamonds are so much وعندي فراغ بيقول لي that you can't tell the difference يا ترى تفتكروا ايه لما يكونوا الدايموندز الماسات طبعا دايموندز جمع كلمه دايموند الماسه هيكونوا ايه بقى هيكونوا يا ترى like ولا unlike ولا look like ولا unlike choices تاني like look like unlike unlike عايز حد كده يفكر وهديكم وقتكم فكروا كده وقولوا لي يا ترى ايه What are the differences between these words? ايه الاختلافات بين الكلمات دي؟ ركزوا كده لو انا عندي A مثلا وعندي B. A و B. في ركنين مختلفين اهو. قلت A وحطيت في النص verb like B. الناس هتقول لي ما هو ده مفرد. يبقى A likes B. اوكي. A likes B. معناها هنا احبائي معناها يحب. يبقى A يحب B. لكن لو قلت A is like يعني شلت كلمة likes وحطيت is like بقت A is like B معناها A تشبه B طيب كلمة is like is like الحبات تبقى إيه ممكن تبقى looks like لاحظوا كده A والverb look like A looks like B A تشبه B تمام
طيب لو انا خدت A و B في ناحيه واحده، انا كنت بقول دول ناحيتين A مع B كده، خدتهم في ناحيه واحده هيبقوا جمع اكيد. A and B are، A and B are، are ايه بقى؟ are alike، alike، A L I K E، اصبحت just one word، يعني الA مش منفصل عن كلمه like، alike، تمام؟ طب كلمه unlike على عكس، زي ما قلنا مثلا في القصه بتاعتنا unlike رودولف إلفبرغ على عكس رودولف إلفبرغ، ديوك مايكل واز ان ايفل، كان شرير، اوكي؟ ده الفرق بين كلمه لايك والايك وانلايك. معانا اتصال ولي امر، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا الاول عايزين نشكر حضراتكم على المجهود الكبير اللي بتقوموا بيه معانا، والله ربنا يكرمك. هو خالص ومتابعينكم من اول السنه يعني. اتفضل. هو الشكر طبعا اكيد حضرتك، بس الناس توقف قدام الكاميرا، لا بجد يعني في جيش وفريق كامل من الناس طبعا وراء الكاميرا، ويمكن هم مجهودهم اكتر، احنا دوبك بس نقدر ندعي لك ان هم ربنا يكرمهم ووفقكم كده، ووفقنا احنا كمان. اللهم امين يا رب، نوفق كل اولادنا. اتفضلي. احنا عايزين نسال على كتاب دليل التقويم. تمام. الكتاب ده معتمد من الوزاره يعني زيه زي كتاب المدرسه بالظبط كده. ما كانش حضرتك في السنوات اللي فاتت ما كانش معتمد بالفعل، لكن فعلا هو السنه دي عليه اسم المستشار بتاع اللغه، وفعلا مطلوب ان احنا نذاكره كويس. طيب في دليل تكون لسه نازل الاسبوعين اللي فاتوا؟ لا، اللي موجود ده موجود من بدري، وهو صحيح طبعا هتابعين حضرتك، معلش يمكن الخط قطع، لكن الدليل التقويم احبائي ده موجود فعلا من الوزاره، موجود من بدري، اتاكد ان عليه اسم مستشار اللغه الانجليزيه ومجموعه معدين، واظن متوفر على مواقع كتيره، وطبعا هو يعني برضه بيناقش اسئله موجوده في المنهج. ما بقللش من قدره، كويس جدا، ممكن طبعا نذاكره ونحل الاسئله اللي فيه. وطبعا احنا بالنسبه لنا خلال السنه يمكن احنا يعني حلينا كتير جدا جدا جدا، كلها امثله متشابهه مع الاسئله الموجوده في دليل التقويم، وهنركز برضه، وبما انكم بتسالوا عليه هنحاول في حلقه جايه باذن الله ان احنا نجيب الكتاب ده معانا، وبما انه كتاب خاص بالوزاره نعرضه عليكم ونوريكم شكله ازاي، على اساس طبعا ما نقعش طبعا فريسه للكتب الموجوده في الاسواق اللي هي ممكن تكون مالهاش علاقه بالموضوع، مجرد شيء تجاري يعني. اتفقنا؟ طيب هنرجع تاني يا احبائي، واظن كده الاجابه بقت واضحه من خلال التفرقه بين كلمات لايك والايك وان لايك ولوك لايك. شفتوا كده؟ انا اتفقت قلت او معاكم قلت لكم ذا دايموندز اصبحت جامع، يعني دايموند اي ودايموند اي ودايموند بي الاثنين بقوا مع بعض، بقوا ار فيرب جامع، سو ماتش الايك. سو ماتش ايه يا احبائي؟ الايك زي ما شايفين على الشاشه، يعني شبه بعض تماما، يعني زي ما شفنا قبل كده وقلنا ديوك مايك قلنا رودولف راسندل رودولف إلفبرغ الاثنين لوك الايك او لوك لايك ايدنتيكال توينز. تمام. نمبر 4، يو سبيس ذا دور ات واز اوبن وين اي جت هوم. انت مش عارف ايه الباب، ات واز اوبن كان مفتوح، ومحدش يقول it was opened، لا it was opened دي adjective كان صفة، تمام، عكس كلمة closed. when I got home لما روحت البيت، ده موقف. بتعمل ايه بقى؟ بتقول لي كان لوك، وانت عارفين لوك ال او سي كي اللي يغلق بمفتاح او بقفل يعني، can't have locked، can't have locked، we can't lock. بديكوا فرصة فكروا كده، you space the door it was open when I got home can lock can't have locked. لاحظوا كده ال او سي كي لما بضيف اي دي في فيرب منتهي بك او بكي ساوند او بكي ساوند او بالحرف كي، طبعا اكيد بتنطق كت تبقى locked or can have locked or can't lock. انا مش هجاوب وهخلي بسام. بسام ازيك؟ ازي حضرتك يا عامل ايه يا زعيم؟ الحمد لله تمام. طيب بص بقى، تفتكر انا عارف احنا خلاص مستعدين للامتحان، لو قلت لك السؤال بتاع الجرامر ده، انا قلت جرامر صح؟ جرامر. طب انا عرفت ازاي انه جرامر مش كلمات؟ ان هو يعني في فيربس يعني. هو تلاقي بص بقى، لما نلاقي فعل واحد موجود في الاربع اختيارات وبشكل مختلف، يبقى هنا الاكزامينيشن بوينت هي جرامر مش فيكاب. تاني لما نلاقي مثلا A و B و C و D كلهم فعل واحد، تمام، هو تصريفات مختلفة وأزمنة مختلفة لكن مش كلمات مختلفة، يبقى دي نقطة في
في الامتحان بيناقش او بيمتحنني في جرامر مش في كلمات، اتفقنا؟ دي اول نقطة. تمام. طيب تمام. حلو قوي. طب تفتكر انه واحدة بقى والدرس اسمه ايه؟ هو الدرس اسمه making deductions، لكن اي واحدة مش عارف. لا هتبقى انا عارف. بص يا بسام، انا سألتك عشان انت طبعا صديق للبرنامج وباستمرار وعارف انك شاطر، ده الدكشن في الوحدة السابعة صح؟ تمام. طب لما تسمع انت كراجل شاطر جدا كده وقلت لي اول نقطة، قلت لي ده جرامر ده deduction، طب افتكرت الديدكشن كان عندك كم فعل بتلعب فيهم بقى كده تختار منهم؟ كان في كتير، كان في ماي مثلا، كان في ماي ها ومايت، ومايت اضعف منها، وكان في واحده اقوى منهم وماست. ماست ادي ثلاثة اهو، ماست وماي وماي، ماست وماي وايه ومايت. ومايت طيب كلمه ماي تفتكر ليها نفي؟ معلش مش سامع حضرتك. ماي ليها نفي، ليها صيغه منفيه. ماي كانت 50 50 صح؟ لا ما. مش عايزه نفي. طيب وكلمه مايت نفي اكتر من اثبات. لكن النفي كلمه مين؟ لكن النفي كلمه كان ماست. نفيها كلمه كان. يبقى عندك كم فعل انت ممكن تختار منهم؟ عندي كتير. لا هم اربعه انت قلتهم، ماي ومايت وكان وماست. حلو قوي. ماست بترتيبهم كده، ماست وعندي كلمه ماي وعندي مايت، واتفقت الصيغه المنفيه لكلمه ماست كلمه كانت. يبقى انا عايز دلوقتي بعلمك ذا تكنيك، الطريقه، الاسلوب، ذا واي تو انسر، الطريقه ازاي اجاوب. شفت جمله لقيت هو فعل واحد متكرر، يبقى الموضوع ده جرامر. قلت جرامر ايه يا ترى، باسيف فويس ولا دايركت اون دايركت ولا ايه؟ لا اكتشفت ان هو ديدكشن اللي هو الاستنتاج. الاستنتاج انا كنت مذاكر كويس قوي، عارف ان عندي كلمه ماست وكلمه مي وكلمه مايت، وعارف ان في كلمه ماست كلمه كانت. تمام. يبقى ما عنديش بدائل. لو لقيت مثلا كلمه زي كلمه شود في التشويسز، او كلمه ويل، او كلمه او تو، او كلمه وود، دول ما يعنونيش في الموضوع، مش هختارهم. تمام. تمام. طيب هنرجع لنص على الشاشه كده، عايزك تختار. مكتوب كلمه كان لوك، كانت هاف لوكت، كان هاف لوكت، كانت لوك. هينقصنا حته صغيره جدا كمان في الموضوع. انت حددت خلاص، بيقول لك انا لقيت الباب مفتوح، ده موقف. يبقى انت قفلت ولا ما قفلتش؟ يبقى انا ما قفلت. ما قفلتش. نفي ولا اثبات؟ نفي. النفي. برافو عليك. النفي احنا متفقين على كلمه واحده، كلمه كان. كانت. تمام. طب ما هو كانت ممكن تبقى بريزنت وممكن تبقى باست. يبقى انت لما قلت كلمه كانت لغيت اجابتين، لغيت اي ولغيت سي، اتبقى لك بي ودي صح؟ طبعا. انت ما قفلتش الاول، لما انا روحت كان الباب مفتوح. ما قفلتش ماضي ولا مضارع؟ لم تغلق. ماضي ولا مضارع؟ ماضي. ماضي. لما يكون ماضي يا بسام بختار كانت ايه؟ هاف لوك. برافو عليك. كانت هاف تصريف تالت، كانت هاف تصريف تالت. يبقى جابتنا ايه بقى كده على بعضها؟ كانت هاف لوك. بالظبط كده. يبقى السؤال على بعضه، يو سبيس، قلنا لا، يو كانت هاف لوك ذا دور، ات واز اوبن وين اي جوت هوم. اتفقنا؟ تمام. طيب اتفق. اسمع بقى سؤالك يا بسام. انا ما عنديش سؤال، بس انا كنت عايز يعني لو ينفع اجاوب اللي بعديه. حاضر يا بسام، تأمرنا. بص يا زعيم، نمبر 5 بتقول لي injuries to the head caused by accidents can lead to injuries to the head، الإصابة اللي في الرأس caused by accident طبعا سبب الحوادث. تمام. can lead to what، تؤدي إلى إيه؟ من غير مادة اختيارات، إيه المتوقع لو واحد مثلا تعور في دماغه يعني إصابة جامدة؟ أمنيجيا. أنت راجل رائع. أمنيجيا اللي هي إيه بقى؟ فقدان الذاكرة. فقدان الذاكرة صح كده. أنا عندي امنستي وعندي امنيجيا زي ما أنت قلت، الوحدة الخامسة بتاعت أجاثا كريستي، وعندي ميموري، وعندي كان عندي انيميا وعندي امنيجيا اللي هي دي. طبعا اختيارنا الصحيح هو كلمة امنيجيا. تمام. اوكي ثانكس بسام. وأحبائي ما تنسوش إن إحنا طبعا صحيح لسه عندنا أسئلة كتيرة جدا جدا جدا، ان احنا على موعد النهارده كمان في برنامج مدرسه على الهواء مع مستر عصام مختار ومعاكم محمد مختار، وهنلتقي ان شاء الله يعني في وقت لاحق. النهارده انتظرونا، وانطلوا ميت اجين، جود لك اند جود باي.